مرحبا أطفالي الأعزاء، اليوم سيكون درسنا اسمه الانتماء. ما اسم درسنا؟ الانتماء. سنقوم بقراءة نعم الجزء الأول من السؤال. ماذا يقول؟ أحيط مجموعة الحيوانات بخط مغلق وأرمز لها بحرف الحاء. سأقوم مثل العادة بتقسيم سؤالي حسب التدريج. ماذا يقول في بدء الأمر؟ أحيط مجموعة الحيوانات، نسطر كلمة الحيوانات لأن هي مهمة برشا، بخط مغلق لهنا ونحبس. أنا توا باش نقوم بإحاطة مجموعة الحيوانات بخط مغلق. احنا قدامنا برشا تصاور باش نحاولوا نفرزوا وينهم الحيوانات والاشياء الاخرى نخليوها لبرا. على هنا عندنا فأر، عندنا كتاب، مقلمة، محفظة، ساعة، بقرة، سمكة، أرنب وكعكة. أين هي مجموعة الحيوانات؟ هل الفأر حيوان؟ نعم. والأرنب؟ أكيد هو حيوان. والسمكة حيوان. والبقرة حيوان. وهل الكتاب حيوان؟ لا. وهل المقلمة هاته هي حيوان؟ طبعا لا. لذلك سأقوم بإحاطة مجموعة الحيوانات مع بعضها بخط مغلق هكذا مثل ما أفعل أنا. أحسنتم أطفالي. هنا مجموعتي تحتوي الحيوانات فقط، لا تحتوي شيئا غير ذلك، الحيوانات فقط. إذا سننتقل إلى الجزء الموالي من السؤال. وأرمز لها بحرف الحاء، بمعنى ما هاته المجموعة باش نرمز لها بحرف الحاء. نعملو هكا، نعملو مربع صغير كما الخانة ونكتب في وسطه حرف الحاء كما هو طلب منا بالضبط. باش نكتب انا حرف الحاء، حاء هكذا يا أطفال. أكون قد أكملت الجزء الأول من السؤال. ننتقل إلى السؤال الثاني. ماذا يقول؟ أو الجزء الثاني من السؤال. أحيط مجموعة الأدوات المدرسية بخط مغلق وأرمز لها بحرف الميم. هذا السؤال فيه زوز أجزاء، مش نقسم. أحيط مجموعة الأدوات المدرسية، إحنا حاشنا بالأدوات المدرسية فقط، هذيك علاش إنا نعملها هكا على خط مغلق. حاشنا كان بالأدوات المدرسية فقط، المجموعة هذه فيها أدوات مدرسية فقط لا غير بخط مغلق. هذا الجزء الأول من السؤال. أين هي الأدوات المدرسية؟ هل الكعكة تنتمي إلى مجموعة الأدوات المدرسية؟ لا، وإنها ما تنتمي إلى مجموعة المرطبات. أحسنتم. إذن ننتقل إلى الكتاب. هل هو ينتمي إلى الأدوات المدرسية؟ نعم. والمقلمة يا صغار؟ نعم. وهل المحفظة تنتمي إلى الأدوات المدرسية؟ أكيد. احنا نهزوا الكرتابلة متاعنا باش نمشيو نقراو. وهل الساعة تنتمي إلى الأدوات المدرسية؟ هل هذا ينتمي إلى الأدوات المدرسية؟ لا يا أطفال لا ينتمي. إذن الكتاب والمحفظة والمقلمة هم ثلاثة أشياء تنتمي إلى مجموعة الأدوات المدرسية. سأقوم
بإحاطتهم بخط مغلق هكذا. هذه هي مجموعة الأدوات المدرسية. إذن نقول الكتاب ينتمي إلى مجموعة الأدوات المدرسية، ونقول السمكة تنتمي إلى مجموعة الحيوانات. كما نقول الكعكة لا تنتمي إلى مجموعة الحيوانات، والكعكة لا تنتمي إلى مجموعة الأدوات المدرسية. هذا ما معنى ينتمي ولا ينتمي. بمعنى ينتمي بمعنى أنها من نفس العائلة، ولا ينتمي بمعنى أنها ليست من نفس العائلة. والساعة هي لا تنتمي إلى مجموعة الأدوات المدرسية، والساعة هي أيضا لا تنتمي إلى مجموعة الحيوانات. الساعة ليست بحيوانا لكي تنتمي إلى مجموعة الحيوان. هكذا نكون قد فهمنا التمرين الأول، فلنمر إلى التمرين الثاني يا أطفال. ماذا يقول؟ أشطب. شو معناتها أشطب؟ معناتها فسخ، معناتها نشطب بلغتنا احنا. أشطب ما لا ينتمي، لا ينتمي، خلينا نسطر عليها خاطر مهمة برشا الكلمة هذه. أشطب معناتها احنا باش نشطب الحاجة اللي ما تنتميش إلى مجموعة الأشكال. احنا لهنا عنا خط مغلق في وسطه برشا حاجات، عنا لهنا أشكال، وعنا بيضة، وعنا حليب، قارورة حليب. ماذا يقول السؤال اللي نعيد؟ أشطب ما لا ينتمي إلى مجموعة الأشكال. احنا تو باش نشطب الحاجة اللي هي ما تنتميش، لا تنتمي إلى مجموعة الأشكال. أين هي الأشكال وما اسمها؟ نتذكر أننا درسناها في الحصص السابقة. إذن ما هاته؟ إنها نجمة. وما هذا؟ هو مربع. وما هاته؟ قارورة حليب. وما هذا يا أطفالي؟ إنه صديقنا المستطيل. وهاته بيضات، بيضات دجاجة. وهاته تسمى بالدائرة. إذن النجمة والمربع والمستطيل والدائرة هم أشكال، يسمونهم بأشكال. إذن ما هو لا ينتمي إلى مجموعة الأشكال؟ هيا فكروا، فكروا يا أطفال، فكروا. أحسنتم، جيد جدا. سأقوم بشطب البيضات لأنها لا تنتمي إلى مجموعة الأشكال. وأقوم بشطب ماذا أيضا يا أطفال؟ نعم، قارورة الحليب. أقوم بشطبها لأنها لا تنتمي إلى مجموعة الأشكال، لأن البيضات وقارورة الحليب لا ينتميان إلى مجموعة الأشكال. هكذا أصدقائي، لقد تعلمنا ما معنى ينتمي إلى مجموعة ولا ينتمي، مثل هاته لا تنتمي وهاته تنتمي. درسنا اليوم وهو الانتماء قد انتهى. إلى اللقاء أطفالي الصغار.